الضيوف تواجد ناقد الجميل عمر بن هذال. يا مرحبا الله ومسهلا. الله يبقيك ويصبحكم بالخير يا مرحبا الجميلين، ونصبح على مؤسس مدرسة النقد الحديثة سالم حزام اللي اليوم والله له فقده. كذلك نرحب الشاعر ضيفنا اليوم ركان بملحي. كذلك نقول حي الله اللي يغيب ويسرع الردة. يا مرحبا والله ومسهلا بالجميل جدا ركان بملحي. الله يبقيك ويطول عمرك، الله يصبحكم بالخير جميعا. صبح عليك اخي عادل بن هيف، وكذلك محمد بن منصور، كذلك عمر بن هدال ابو مشعل، وصبح على الاخوه المشاهدين. واتمنى انك تبدا في المحور لاني طيب انا 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 للامانه اليوم عندي لا ترى كرسي ذا جاك كرسي هذا كرسي حق الناس. لا 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 هذا حق كبس. دقيقه بس. اهلا وسهلا باجمل نماذج اللي يعني انا بكون شوي بتكلم عنكم كثلاثه رسالة المتسابقين. شوفوا هذا النماذج قبل سنتين سنة ونص كانوا متسابقين، الآن نجوم فايف ستار فايف ستار منورين. جاء الأمرك طويل من أجمل ما طلع من برامج الواقع الثلاثة ذولا يمثلون حتى زملائكم في نسخكم. أنتم نسخة واحدة صح؟ نعم. ومع ذلك ما شاء الله تبارك الله ركان بلهي مقدم في قنوات ثانية، عمر والحين عادل ما شاء الله. فهذه النسخة الناجحة فعلا، هذه النسخة اللي صدق تقول لأن هذه من أجمل وأعظم النسخ اللي مرت على برامج. شهادة نستحقها يا أبو منصور نوري. وشهادة نفتخر فيها الله يرضى عليك. طيب على بال ما تخلصون مجاملات، بدح الحين معنا في الكوفي شروم منور الدنيا بدح.